ان مقابل الناحيه الثانيه انت بتلاقي الدوري الانجليزي زي ما حضراتكم شايفين الجدول بتاع الاسبوع الاول، وخلي بالك ده مش لسه طالع، ده الجدول دوت من بعد انتهاء او قبل انتهاء الدوري الانجليزي كان محدد ان يوم 11 الجمعه اللي جايه، يوم 11 هو اول اسبوع في الدوري الانجليزي. الكلام دوت مش طالع من دلوقتي، ده من قبل الموسم اللي فات ما ينتهي طبعا الدوري الانجليزي، علشان كل فريق عارف بالظبط هيلاعب مين، وكل فريق عامل البري سيزون بتاعه، وعلى مستوى الصفقات، على مستوى الانتقالات، على مستوى اللعيبه الجديده، اللعيبه اللي بتخش وبتعمل بتخش جوه الفرقه، ويبقى عندها فتره زمنيه ومعروفه محدده. لكن احنا عندنا للاسف لغايه دلوقتي ما فيش اي حاجه، يعني ما فيش اي حاجه، قرارات للاسف عشوائيه. وبعدين يقول لك طب يا جماعه احنا هنجرب بس السنه دي، يعني هنجرب كده دوري المحترفين وهنشوف الدنيا ماشيه ازاي. ما هو في حاجه كده في الكوره يا جماعه؟ يعني هو في كده في الكوره؟ انت 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 مسؤول عن مؤسسه كبيره جدا اسمها كره القدم، انت بتتكلم على منظومه المفروض انها منظومه منتظمه ومنضبطه واحترافيه، مسؤوله عن كره القدم في مصر. فهيجي هتحاسب اي حد ازاي؟ هيجي يقول لك والله انا يعني انا راجل ما بشتغلش بفلوس، انا راجل يعني متطوع، ان انا شغل تطوعي. لا احنا مش لو على كده لا بلاش بقى الشغل التطوعي ده، ونجيب ناس تدير كره القدم وتاخد فلوس على الكلام ده، يبقى تحاسبها والله الناس اللي بتشتغل. انت بتشتغل على تطوير الكره المصريه بشكل احترافي على مستوى مسابقات الناشئين، فين 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 حتى بنتكلم على الناس اللي طالعه من تحت، مسابقات الناشئين فين، وقطاع الناشئين فين، وشغل الاتحاد فين؟ خلاص في رابطه دلوقتي مسؤوله عن الدوري، مسؤوله عن طب انت فين شغلك على مستوى الانديه، مساعده الانديه، البحث عن اللعيبه المميزه، فين عندك دوريات القطاعات الناشئين والشباب تنظمها بشكل كويس، فين مراقبتك على الملاعب اللي بيلعب فيها ولادنا اللي عندهم 15 و14 سنه في ملاعب ما تقدرش اصلا تلعب فيها كوره، فين كل ده؟ الحقيقه للاسف للاسف يمكن انا خدت وقت طويل مع حضراتكم في النقطه دي، لان فكره موضوع المحترف برضه عشان تكون حضراتكم في الصوره، هي جت ان احنا يا جماعه عايزين نطلع بمحتوى، نعمل مقارنه علشان نقرب الصوره من الناس المسؤولين، ان احنا نقدم فكره معينه ممكن يشتغلوا عليها، نقدم شكل معين لمسابقه او شكل معين لعمل احترافي. انا عن نفسي حضرته هناك في المانيا لمده 14 15 سنه، فبطرح بعض الافكار، لكن للاسف يعني للاسف كل الحاجات ديت يعني زي ما بيقولوا كده يعني اخرس واعمى في نفس الوقت، ولا بيتكلم ولا بيشوف. ف بعتذر عن كلامي شويه، لان زي ما بقول لحضراتكم بنحترم الناس كلها، مجلس اداره الاتحاد كلهم على راسي، كلهم اصدقاء واحباب، ولكن الحقيقه المنتج والانتاج من الاتحاد المصري لكره القدم للاسف من سيء لأسوأ، وكان الواحد متوقع اداء افضل من كده. كنا متوقعين ان دوري المحترفين ده هيتسوق له من بدري، ويكون في اذاعه والناس تتابعه، لان خلي بالكم ده كمان بينعكس على المنتخب المصري والمنتخب الاول. تخيل لو عندك دوري منتظم ومحترم في الدرجه الممتاز الف، وعندك كمان نفس الدوري في الممتاز ب، خلي بالكم في المانيا في بوندسليجا وبوندسليجا 2 وبوندسليجا 3، يعني دوري الدرجه الثالثه في المانيا دوري محترفين عنده كل الصلاحيات. يقول لك دلوقتي اصل مش هيكون في فار في دوري المحترفين، فانت هتخش في مشكله مع الحكام ومع يا جماعه، لان العمليه كلها ما فيهاش تنسيق، ما فيهاش تنسيق. فللاسف نتمنى كل دوت يعني الامور تمر بسلام، ولكن من الواضح ما بين قوسين كده ان اداره الكره في مصر عن طريق اتحاد الكره للاسف من سيء الى اسوأ.